اللي تحرطوا مع التريس. اوكي، منا شغله صعبه اذا واحد هو اوريدي كان متمكن من فكره اللينكد ليست حتشوفه. اوكي، بس قبل ما كنت اعطي اكزامبلز على هيدي التري فيرذر مور، كان بدي كفي بالتايتل تاعي اقول انه اذا هيدي هي تري، اوقات في استعمل انا سبيشال تايب اوف تريز يكون انا عندي ليميت على عدد التشيلدرن بسمح فيه. اوكي، فور اكزامبل وي هاف باينري تريز، هن تريز in which every node has at max two different nodes. Okay, two at max. بس معناتها ممكن يكون ما عندها حدا، لأنه النهاية تري بدها تخلص. إذا قلت لك every node has exactly two successes، هذه بتطلع infinite tree. Yes، هون مثلا it's not a binary tree. التري اللي أنا هلا رسمتها it's a generic tree. حتى الـ A عندها ثلاثة، مزبوط. So ما فينا نعتبر إن هيدي it's not a binary tree. Okay، بس انت بتقلي شو استعمال الباينري تري؟ لحالها يمكن منا كتير فكره واو، بس في عندي باينري سيرش تريز. اوكي، هي الفكره اللذيذه اللي بتخليني انا احتفظ بالداتا عندي تكون سمها وسورتد، واقدر انا اعمل سيرش ان لوج للان تايم، وات ذا سيم تايم يكون عندي ستراكشر اسهل بكتير من الاري اشتغل فيها. اوكي، وذات كان also expand indefinitely، لانه ما تنسى الاري مشكلتك فيه شو؟ يعني لو عامل الاري هو سورتد كل الوقت حط فيه ارقام تليفونات، طيب واجاك رقم تليفون جديد شو بتعمل؟ بدك ترجع تعمل you have to create a new array، تعمل فيه كوبي لكل ارقام التليفونات القديمه من عدا البوزيشن المناسبه لهذا الرقم الجديد او اسم الشخص الجديد، تبعد له هيك وهيك وتضيفه لهذا الرقم. Copying n elements it costs n. اوكي، ف وبالميموري it costs 2n. اوكي، يعني فاذا وصلت لمحل عندك انت تليفون ايام قديم النوكيا كان يمكن الميموري تاعيته كان على بعضها 2 كيلو بايت او 500 كيلو بايت. اوكي، سو انت كيف بدك تسيع بقلبه؟ اذا كل ما بدك تضيف رقم جديد they will duplicate الفون بوك كله سوا. اوكي، سو اتس نوت فيزبل. اوكي، فمشان هيك التري لايك ستراكشر هي مثل اللينكد ليست من ناحيه انه it expands as long as you add elements to it very smoothly without copying the whole structure in memory, which shrinks كمان when you remove elements منها. Okay, بس أكيد عندها الكود الخاص فيها لتصير تشتغل بهالطريقة هذي. Okay, so to get examples actually على التري، هنتخيل في عنا شركة software development، في استعمل اسمائكم it's fine لو مسجل فيديو. Okay, so في عنا قطنجي هو الشيف. Okay, في عنا actually هلا حسن مش كثير حينبسط مني انه هو بيشتغل تحت ايد كل حدا حي ليف نودز، هلا كلهم حيزعلوا مني. اوكي، ليتس سي نورا يور ا ليدي، سو هلا حنرجع نحط اكشاف على كثير اشخاص، دونت وري. نور يمكن نور مش هيك. اوكي، سو اند ذن ليتس سي مصطفى. اوكي، نور في عندها actually أنا بشتغل عندك بالديبارتمنت، and then حسن زهير okay and then for مصطفى في ثلاث أشخاص بيشتغلوا معه let's say بنا رفاعي and عمر. هيك ما بيزعل، هيك بقدر احط شخصين بنفس الوقت، حتى حسن ما حقلكم مين هو. هيك كل الصف صار موجود بهيدي التري من دون ما نكبره اكثر من هيك. اوكي. طيب محمد وين؟ محمد هون كمان مع مصطفى، ما بتخيل تزعل اذا كنت معه بالتيم. اوكي، سو هلا صار كل الفيرست نيمز موجودين. جود، سو بدي جايز نقدر نخلق هيدي. كم شخص اذا بتطلع كم امبلوي انا عندي بهيدي الشركه؟ عشرة مسابين. اوكي، سو انا 10 مفروض هيدي اقدر انا للتري حقي بعد ما اخلق. طبعا اول شيء لازم اخلقه، ولازم لما اخلق له مثلا النود اللي اسمه قطنجي لازم اقول له دوت اد سكسسور حسن، دوت اد سكسسور نور، دوت اد تشايلد نود اسمه مصطفى. اوكي، تزيدهم عنده بالديبارتمنت تاعه. نور مفروض اقول دوت اد بلال، دوت اد زهير، مفروض اقدر اقول هيدا الشيء لاقدر اعمر انا الستراكشر تاعيتي. حناخذهم هن اتس ا تري اوف سترينجز. اوكي، بس كان فيها تكون اوف اني ستراكشر، في يكون ستودنت امبلوي اي كلاس بدك اياها. ليش عم بقول هيك؟ لانه كانت حلاوتها مثلا لو كانت هي كلاس اسمها امبلوي وعند الامبلوي كان في كالكوليت سالري،
كان في يشوف انه والله مثلا مصطفى بيكلفني كثير لاقبض الموظفين تاعوله، فاذا مش عم بيشتغلوا او مقصرين فمنبههم انه ليش اربعه ومش عم تقدروا مع شاف ومش عم تقدروا تطلعوا شغل قد هودي الثلاثه اللي من هون بالنص، اوكي؟ او حسن اي بالشغل لحاله. سو فهون مثلا صار في اعمل انا ريكيرسيف او لوب او اللي بدك اياه لتقدر تجيب فور اول ذا سب نودز او تشايلد نودز يعني ديسندنتس فروم ذا مصطفى نود وشوف قديش لو سم ايكوال تو سم بلس نود نمبر اي دوت جيت سالري، اوكي؟ سو حالتها انه نود نمبر اي تكون داتا ستراكشر قائمه بحد ذاتها يعني او يعني كلاس قائمه بحد ذاتها واقدر اعمل فيها اللي بدي اياه، اوكي؟ سو مثل ما اتفقنا هالتري اذا قلت لها جيت نمبر اوف نودز يعني سايز اكشلي يعني كيف بالكيو بالستاك كان في سايز تري كمان عندها سايز اتس ديفايند باي ذا نمبر اوف نودز يوجولي، اوكي؟ لا شك النمبر اوف نودز اتس ريليتد تو ذا نمبر اوف ادجز، اوكي؟ اذا بتطلع في عندنا 10 نودز ادجز او الاروز اذا بدك، اوكي؟ سو انا مستعمل دايركتد اروز او دايركتد ادجز يعني اروز لانه منا سيمتريك ريليشن شيب، يعني اتس نوت ذا كيس انه قطنجي از ان ريليشن وذ حسن، مش عم بعمل فريندشيب ريليشن شيب مثلا مثل على الفيسبوك، اوكي؟ لا هي في عم بالتري يوجوالي يو هاف ذس نوشن اوف يعني منا جراف اكشلي، الجراف بيحكوا عن ادجز وذ تريز ذي توك اباوت دايركتد ادجز او اروز رايحين بين النودز، اوكي؟ تسعة بينما عندي 10 نودز مزبوط سو دائما حيطلع معك عدد الادجز اوكي ايكوال لعدد النودز ماينس 1 اوكي ف بكل الاحوال طبعا لانه اتس تري فعندي 1 سنجل ارو بين كل النودز وهي دايركت بتروح باتجاه واحد هي شجره اوكي لو عم بشتغل مع الجراف لا ما في حكر على عدد الادجز بس في عنده نمبر مينيمال اوف نمبر اوف ادجز اذا كانت كونكتد اوكي بجراف وعندك ماكسيمم نمبر اوف ادجز يعني اذا كانت فولي كونكتد بيطلع كمان انه فورمولا لجيب عدد الادجز اللي هو بيطلع مثل الفورمولا تاعيت 1 بلس 2 بلس 3 بلس كذا بيطلع ان ان سكوير يعني اوكي ذا اوردر اوف ان سكوير بس ما فيك تتنبا قديش اكزاكتلي عدد النودز لانه عن جد هذا مثل على الفيسبوك اذا في 3 بليون يوزر مش على اكيد في 3 بليون بلس 1 او 2 تايمز 3 بليون او كذا فريندشيب ريليشن شيب حسب كل واحد قديش كم فريند عنده اوكي بس انت الماكسيموم كل الناس فريند مع كل الناس So بيطلع تقريباً 3 billion times 3 billion somehow, okay? بس زمانك it was not the case, هيطلع رقم in between. أما بالتري فلا, we are sure لأنه there is only one arrow going from one parent to one child node. وهيدا ما منرجع منكرره. ما في يكون okay, ممنوع يكون مثلاً بنا ورفاعي كمان إنه ولا بنا it's a parent node لرفاعي. Okay, بطلت هيدي التري. Okay. التري دائما من اي اذا طلع فيها من اي عقده بالشجره طالع غصن واحد بس بيرجع بيطلع منه عقده بيطلع منه غصن بيطلع منه عقده بيطلع منه يمكن ورقه وخلصت هذه اتسليف نود اوكي اوكي اما محلات ثانيه فما ما ما بيكون في من اي فرع معين بتلاقي في يعني في عندك عقده ممكن يطلع منها اكثر من غصن مزبوط فور انسس الروت وانت طالع بس انه ما في يكون والله غصن رجع فايت بغصن ثاني اوكي بتضلك شايفهم هدول غصنين اكشلي لو هن لافين على بعض بس انه اتس نوت ريلي ذا كيس اوكي سو لكن الاوبريشنز اللي حيكون عبالنا نعملهم تو وي ونت تو بي ايبل تو كرييت ا تري بالدرجه الاولى اوكي اكشلي باي يعني يعني فعليا تو كرييت ا روت Okay, and add nodes to it. Okay, and actually add child nodes to any node. Okay, هيك بقدر سيزي دايما سيب قال له create a new node أصلا في حضر النود اللي اسمه نور بقول create a new node حطي بقلبها data نور set item to نور and then create another node اسمه بلال create another node اسمه زهير and then node.add node اسمه بلال node.add child node اسمه زهير هيك بربطهم ببعضهم بعدين برجع بقول له katanji.add النode اللي اسمه نور اوكي بس طبعا الاوردر تاع الاديشن للنودز اكيد it will matter حسب انت كيف بتشوف الشجره سو عرفا اذا بدك عرفا لا اقدر اخلق هيدي التري مثل ما هي لو محضر نود اسمه حسن ونود اسمه نور نود اسمه مصطفى بكل ما يلزم لهم من سب نودز مبدئيا ليطلعوا بهذا الشكل يوجولي
بنشوفها للتري بنقراها مثل ما بيقروا بالانجلش اكشلي، بيقروها من الشمال لليمين، اوكي؟ فبيقولوا لك كان لازم نقول اد حسن بالاول، ذن اد نور، ذن اد مصطفى على النود اللي اسمه قطنجي ليطلعوا بهذا الترتيب. مفروض هلا نصير بال، بعدني عم بقول بتمنى اني اقدر اعمل هيك، بس فمفروض يكون عندي شي فانكشن اسمه اد تشايلد نود اور سمثينج لايك ذات، وحتى للتري المفروض اقدر الا set root او ما بعرف او add node in general etc. so بدي اشوف كيف بدي كيف فينا نأمن هذه الفانكشناليتي. اكيد في اكثر من طريقه، بدنا نشوف واحدة منهم. عم نحط بس هلا الديزايرات، يعني نحن what we desire to have، okay what we'd like to have. تماما، بس اللي عم ناكد عليه انه نحن usually we go from left to right. اوكي، هذا الاوردر مهم لانه منه راندوم اوردر. هو هذا الاوردر مهم لانه هلا بعد شوي لما اكتب فانكشن معينه لاعرض الاليمنتس، طب باي اوردر بدي اعرضهم؟ اوكي، يوجوالي في عندك ان اوردر ديسبلاي، بري اوردر ديسبلاي، في لهم طرق وعندهم تسميات، ولازم تعرف تعمل اي وحده فيهم مثل ما لازم. اوكي، يعني مثلا لتقدر تعرض الايريركي يمكن تعرض قطنجي، ترجع تحط هيك زي هيك اندنتند شوي صغيره على جنب، تحط حسن نور مصطفى بهذا الترتيب على اساس عم تقراها من الشمال لليمين، اند ذن تفقد المعلومه مين جوات مين اذا بدك تعمل اندنتيشن. سو حالتها كنت انا عامل حسن اندنتد شوي، بعدين ما بقى في عنده حدا فبنزل نور بعمل اندنتيشن، بحط فيها بلال اند زهير، برجع لورا بكتب مصطفى، فوت هيك شوي. اوكي، وكانك عم تعرض التري لايك ستراكشر بالدوس القديم او بشيء، اوكي، او مثل ما بتشوفون انت اكشلي حتى مع بلس وماينس بقلب الفايلز اند فولدرز عندك على الكمبيوتر. اوكي، سو ذيس از واي اكيد انا بيهمني اني اقدر اعمل ديسبلاي للتري، ديسبلاي ذا تري. اوكي، وهون في عندنا اكثر من طريقه، بس انه let's say in a file system like structure. اوكي، لو انه في عندنا نحن اكيد طرق اخرى. اوكي، بس let's say in a file system like structure we should be able to get the size two of the tree and the size is actually equal to number of nodes, total number of nodes. اوكي، بعدين في كثير زيد فانكشناليتيز ثانيين، يمكن مثلا انا اقول لك get mb leaves، اوكي، عدد الاوراق، يمكن اقول لك جيب لي اوكي، يمكن اقول لك get path، هذه موجوده بالفاينل اكشلي، get path to وبعطيك نود معينه. اوكي، يعني مثلا على بالي اشوف الباث تو تو سبيسيفيك نود، ليتس ساي تو ذا نود كولد زهير. ليش انا شو هذا الباث؟ بحاله الايركي للامبلويز ات ويل ديزيجنيت كل الشفيه تاعولك، يعني خي مين مسؤول عنه لزهير؟ ليش مش عم يجي عم يدامم؟ تك تك تغرب طلع لي بتسلسل لي، سو في قطنجي تحت ايده في نور، بعدين بيجي زهير. طيب بلش دقدق لهم واحد واحد. اوكي، سو هذا شيء بتمنى نقدر اعمله لانه ات ويل بي يوسفل شو ما كانت التري، لو شو ما كان عم بستعملها. نفس الشيء بعالم مثلا الفايل سيستم. اوكي، بالفايل سيستم اي فايل في عنده باث، مزبوط؟ يعني هلا هذا الفايل تاعي ما بعرف الفولدر اللي هون، هذا الفايل اللي هون موجود لك، طلع هذا الادرس تاعته، سو موجود بقلب سي يوزرز بلال دوكيومنتس تيتشينج كورسز سوفت وير انجينير، عرفت؟ سو عنده باث معين، هو عباره عن شو؟ عباره عن الباث تو سيرتن نود، هو ذا سيكونس اوف بارنت نودز او انسيسترز جوينج فروم ذا روت من السي. اوكي، سي هو الروت تاع الفوليوم تاعي تاع، فسي بقلبه كذا فولدر، انا بدي فوت على فولدر اسمه يوزرز. اوكي، يعني هلا اذا حدا بينقلني اياه هون بصير ببلش فقس فيهم، مزبوط؟ انت لما حدا يقول لك وين حاطط هذا الفايل بتفوت انت هون عندك دغري على السي من برا. اوكي، بس مشان نشوفها فعليا. سو من بين كل شيء هلا في فولدرز موجودين عندي اي هاف تو جو تو ذا فولدر كولد يوزرز. اوكي، من بين كل شيء في فولدرز لازم فوت عندي على واحد اسمه بيلا اند سو اند سو فورث. سو هذه النافيجيشن مهمه انا مشان اوكي سو لتشوف وين بيستعمل هذا الباث. اوكي، اند ذس اكشلي حنشوف ويل ريكواير ريكيرسيف فانكشن لتقدر تمشي فيها تطلعها بسهوله اند سو اند سو فورث. بس يعني ولو خلصنا بس كريشن لتري اند ديسبلاي لتري بكفينا. هات لنفكر بقى شوي تكنيكلي، شفنا نحن هلا بركي الداتا ستراكشر ككونسبتوال ايمج اللي اسمها تري وكيف ليش بتنعمل بالحياه، ليش ممكن تكون مهمه، اند ليتس ثينك اباوت ذا تكنيكال بارت اباوت ذا امبلمنتيشن. شو برايك كداتا ستراكشر بكفيني لعبر عن التري ولعبر عن كل نود بقلب التري؟
اها لو 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 يس لو كنت عم برافو عليك حسن، لو كنت عم اشتغل باينري تري بعرف انه ما عندها الا اونلي تو نودز. الجينريك كيس اللي هي تري ان جنرال مثل ما شايف اي نود ممكن يكون عندها ما بعرف قديش، في وحده ممكن يكون عندها زيرو، في وحده ممكن يكون عندها ان اند سو اون. في حلاوه تكون ليست اكشلي كمان، ما بدي اكسر راسي واستعمل اري ليست او لينكد ليست، خلص بستعمل ليست، بستعمل اي امبلمنتيشن بدي اياها. سو لكن ليتس فوكس فيرست اون ذس اون ذس فاكت اكشلي حنستعمل نحن فينا نسميها تري نود ولو انه الاسم حيطلع شوي طويل علينا. اوكي صح، استعمل تري نود الله بعيننا. سو بس مشان ما يزعل لينكد ليست نود. اوكي سو ام gonna ديفاين لتحسوا عن جد اتس ا نيو داتا ستراكشر، ام gonna كول ات تري نود وححط بقلبها تو ديفرنت ثينجز. اكيد بدي الداتا اللي فيها بحد ذاتها، اوكي الايتم اللي فيها، سو اوف تايب تي ذا ايتم ذات از ستورد ان ذا نود، وهيدا مستحيل يكون نال، يعني اتس يوزلس اخلق نود وحطه بقلبه ايتم نال. اوكي هيدا حيكون كطنجي او نور او زهير. اوكي ذا داتا ذات از ريتن انسايد ذا نود اند ذن اتفقنا بدي list of children. اوكي سو بدي هون فينا نسميها child nodes او children على الحل مثل ما بدكم. اوكي سو مفروض يكون عبارة عن of type 3 node absolutely، بس 3 node وحدة هي ال children absolutely. So I'm gonna define a list of type 3 node of type t. بحق لي I can nest the generics بهالطريقة، ما حدا يخاف ماشي بيقبلها الكومبايلر. اوكي يعني عندي list of 3 nodes of type t. اوكي كل 3 node بيقعد بقلبه item of type t. اوكي بس سمبلي لكن بخلاف اللينكد ليست يا جماعه كنت استعمل نود على الحل، نود وحده. هلا الفرق انه صار عندي ليست اوف نودز. اوكي از ات فاين؟ سو بهالبساطه بقدر اعرف نود، والتري هي لا شيء الا روت فعليا. الاتريبيوت الوحيد هو الروت اللي هو اوف تايب 3 نود، هو بقى بصير بيأشر على كل الشباب الباقيين، بصير مثل حاطط مغناطيس ومجموعه مسامير ساحبهم معلقين ببعضهم. اوكي سو فاينلي ذا تري ستراكشر هي كثير بسيطه، مش حيكون فيها الا تري نود تري اوف تايب تي، حيكون في بقلبها وان سنجل تري نود اوف تايب تي هي الروت ابسولوتلي. اوكي اند ذاتس ات، وبعدين في كل الفانكشنز اللي نحن حيكون عملنا اياهم. فلا شك حيكون هلا تو كونستراكت ا تري بدنا نصير نضطر نقول له لايك اد ا تشايلد اد ا تشايلد اد ا تشايلد مش هيك؟ اوكي سو فمهم كمان اكشلي يعني هون شو بدنا نحط فانكشنز مثل let's say constructor اسمه تري، بدنا نحط سايز ترد لي انتيجر ما هيك دول تعودنا عليهم، بدي اقول له void display yourself. اوكي ولاحقا حنصير نميز بين اكثر من نوع من الديسبلاي اند سون. كمان اتفقنا ممكن اقول له get path to اوكي او مثلا contains a node contains قبل get path دول، لأن get path رد لك ياهم كلهم. سو فينا نشوف بس إذا whether it contains A ولا لا a certain node and so on and so forth. سو مش مشكلة هدول نرجع نحط لهم سلايدات كاملين وبقلكم شو كل شيء بنتعلمه meanwhile وبين الهومورك وهيك بنصير بنحطهم ب one single class. It's not a big deal. فيكم أنتم تخترعوا your own. بس contains أكيد مفروض تاخد بركي data of type T وتبرم لي عليها. أوكي؟ سو بدي أخذ الداتا، أنا بكون عم برم إنه في عندي شيء employee اسمه محمد شوي ما كان في. اوكي سو بيرد لي ترو اور فولس. اوكي في عندي شيء امبلوي اسمه سامر مش موجود. اوكي المفروض يرد لي فولس. اوكي ولو كان ليف لو كان فوق لو كان بيلاقي لي بس اوكي بينما اذا ما كان موجود من اصله ولا نود بتساوي سامر كان المفروض يرد لي فولس. اوكي غير الكونتينز كان في جات باث 2 اند سو اون اند سو فورث. اونستلي اذا انتم بتقعدوا جلسه صفا ممكن انتم تنبعوا فانكشنز لنفسكم قد ما بدكم، يعني فيك اوكي تقول تو بركي على بالي اعرف هيك وبركي على بالي اعمل هيك. يعني مثلا لو كان النودز اللي هم موجودين هن اوف تايب انتجر يمكن اللي على بالي انا هن جيب السم لكل الفالوز المكتوبين بهيدي النودز مثلا انسى فيك تخترع شو ما بدك. اوكي بس بالنسبه للتري نود بعد ناقص زد له فانكشناليتي لتسهل لي شغلي. اوكي لانه اذا بتفكر من اول الطريق هاو تو كونستراكت ا تري اتفقنا حنجهز كل نود شو في عندها تشيلدرن ولزقها باللي قبلها زيد على اللي قبلها اند سو اند سو فورث، واتفقنا انه له اوردر لنزيدهم. اذا انا الرسمه براسي مثل ما كنت راسمها فوق اول ديبارتمنت هو تاي حسن ثاني ديبارتمنت ثاني اند سو اند سو فورث، سو لازم اقدر زيدهم على الروت اليمنت بهذا الاوردر. فمشان هيك اكشلي وي ار جونا هذا شيء ما خصه بالتري
هذا الشيء يوجوالي يخصه بالتري نود بحد ذاته، اوكي؟ لانه where you are actually adding هو على التري نود. فكروا فيها معي، التري حاليا مثلا افترضنا هلا على هي التري، اوكي؟ اذا قلت لكم add new node اسمها سامر، طب وين بتزيدوها؟ البارنت 100%. عرفت شو هي؟ مع حسن ولا هو خيون لمصطفى ونور وحسن؟ يعني بدهم زاد حدهم بيشتغل مع قطنجي ولا كمان ما عرفت، بس انه يعني بدك تزيد، بدك تعرف وين بدك تزيد. انا عم زيد على قطنجي، اذا عبالي يطلعوا هيك لازم زيد اول شيء حسن بعدين نور بعدين مصطفى، هذا اللي كنت عم بقوله هيك يوجوالي، اوكي؟ يعني انا بالكود تاعي اذا هيك عبالي يطلع على الديسبلاي لازم زيدهم بهذا الاوردر، اوكي؟ طبعا مثلا بالفايل سيستم هن بيعرضون الفابيتيكال اوردر، كان في كمان كان في يعني في له عرض لي دائما children in this order or that order، ما في ما في في انا اي كان في يكون مسجلهم هيك، بس قال له هلا عرض لي هون اعمل لي ريفرس ديسبلاي او مثلا right to left display، بصير بيعرض لي اياهم من اليمين للشمال، ما في مشكله. في بكره بتشوف الديسبلاي وي كان بارامترايز مثل ما بدنا، بس لتشتغل سيستماتيكلي كل معيات للديسبلاي او حتى right to left display تعرض لي الايتمز exactly in the same order دائما systematically، لازم انا اكون مسجلهم in a systematic way، ما في يكون شايلهم بقلب set of elements، يكون حاطهم بقلب list of elements ويكون إلون order، اوكي؟ بس برجع على سؤالي، انبسطت كثير لما قلتوا لي انه ايه ما بنعرف، بدك تقول لي وين بدك تزيدها على التري. So this is why، بس مشان لما تروح على البيت وتقول طب ليش عمل الفانكشن اللي اسمها add a child، اوكي؟ عملها بالتري نود ما عملها بالتري، لانه فعليا اذا بتاخذ التري at a certain moment already من زيدين فيها elements، بقول لي زد لي هيدي النود، ما بتعرف انك تزيدها، اوكي؟ يعني انت عامل مثل تريا، عمل لك زد لي بس انا هسه بعد علق لي هيدي الكريستالي، اوكي؟ طب انه بس وين بدي زيدها؟ اوكي؟ تقول لي وين؟ بالك على اليمين من هون من تحت، اوكي؟ بعد ما تعبت ما. اوكي بدي اقول لك وين البارنت نود انت بدك تزيدها، اوكي؟ سو ذس از واي ما بنزيد على التري ان جنرال الفانكشن اللي اسمها اد تشايلد نود، تشايلد نود او تشايلد، وبتاخذ ان اوبجكت اوف تايب تري نود، اوكي؟ اوف تايب تري طبعا، اسمها n let's say. هيدي الفانكشن it's a void function، ما داعي ترد لي شيء. هاي الفانكشن لازم تكون معرفينها نحن عند التري نود itself، ما في عارفه عند التري in general، اوكي؟ وبالتالي هلا بتشوف انه weirdly بقلب المين بحضرهم هيك step by step. سو بلش من ال اوكي سو بجيب تري نود، في اخلقهم كلهم اعمل loop for بخلقهم كلهم، اوكي؟ بس بعدين وقت بلش علقهم ببعضهم البعض بدي اجيب كل parent node علق فيها كل child node in the right order مثل ما انا ايش عم بالرسمه، وبعدين ارجع علقها هي بالباقي in the right order كمان and so on and so forth. اذا تغيرون الاوردر المفروض تصير الديسبلاي تعطيك different display، اوكي؟ هذا اللي كنا عم نقوله. وبالتالي at the moment بدك تعلق انت الاوبجكت، ما في يقول له علق لي النود اللي اسمه مصطفى مع كل اولادها عند قطنجي بعدين حسن بعدين، لان بيطلعوا in this order، ما بيطلعوا مثل ما انا رسمهم هون، اوكي؟ هذا اللي كنا عم نقوله. So إذا صرنا satisfied مع هذه الstructure من حيث المبدأ، ما في surprises لكم. طبعا لما نقول add a child، لما بكرة بتقولوا لي زد لنا functionality لو سمحت اسمها remove بقلب التري، حنضطر نجي على التري نود ونزد لها remove كمان، اوكي؟ بس هلا خلينا نزيد ونشوف السايز ونعمل display، لاحقا بنرجع بنمحي منهم، اوكي؟ خلينا نمحي بعدين، اوكي؟ So حاكتفي بهذا القدر، وحنروح نبرمجها، حنكتب حدا main program إلى عبل التري ويعطينا من الريزالتس اللي بدنا اياهم. So let's do it together. Any question على هال discussion هون؟ Okay. If it seems logical حتقطع بسهولة. من بين ما يقلع فينا نعمل discussion صغيرة، برأيكم هيدا list of children كيف بعملها initialization أول ما أخلق node معينة؟ شو بتفضلوا نعمل؟ نتركها null ولا بنعملها an empty list of values؟ What do you prefer؟ مش دايما، مثلا حسن ال list of children تعيته هو ما عنده children، هون حسن ما عنده children صح؟ So فشو بعملها؟ بترك ال children nodes هيدي الليست بتركها null ولا بعملها مش null وبس size تاعي equal to zero؟ what do you prefer؟ equal to zero لانه يعني اكيد ما بيحق لي اخلقها، وفينا عملها null، هي موجوده حسن ونور ومصطفى،
موجود كتري نود موجود حسن، بس شو تشدرن تعوله؟ شو الولاد تعول حسن؟ امتي بس تعيد نور مش امتي. مزبوط مزبوط، تاع بلال امتي مزبوط. سو هودي اللي هن ليفز اكشلي، هالليف نودز اللي هن موجودين هون لازم ناخذ قرار فيهم. سو وان واي اوف دوينج ثينجز، بس مشان اذا طلعتوا وشفتوا على ستاك اوفر فلو او شيء محل، اذا حدا حاطط انيشاليزيشن لهيدي على نال بيمشي الحال، وبيصير دائما اذا بده يشوف از ليف مفروض ترد له ترو اذا كان التشيلدرن از ايكوال تو نال. اوكي، وهيك عم يشتغل مثل كانه انه التشيلدرن هن صاروا كانه نيكست بعالم النود العادي. بس وات اي ريكومند، لانه اتس ليست، مشان ما تشوف مانيمات وحشه ويطلع لك نال بونتر اكسبشن انت عم تشتغل، ميبي اتس ا باتر ايديا انه يكون التشيلدرن تاعولك هن التشيلدرن تاعول اي نود باي ديفولت هو ايكوال تو نيو ليست، بتبطل نال مجهزه انت. اوكي، بس سمبلي بيكون السايز تاع از ايكوال تو 0 اوكي، او از امتي از ايكوال تو تو ترو. اوكي، فنحن بنصير بنتكل لنعرف اذا نو تري نود معينه، انه اذا كانت هي ليف بنقول له بس children.size اذا ايكوال ايكوال ل 0 بتكون هيدي التري نود هي از ليف از ايكوال تو ترو. اوكي، سو باي ذا واي اصلا هي الفانكشن كمان فينا نزيدها هون اذا بتحبوا، از ليف ما بتاخد شيء بتردلي شو مفروض تردلي؟ بوليان. اوكي، حيكون من هلا الكود تاعها معروف. اوكي، اذا قررتوا تشيلدرن تحطوه نال بتقول له ريتيرن ان تشيلدرن ايكوال تو نال، ايكوال ايكوال تو نال، او اذا قررت انه تعملها ايكوال لنيو اري ليست من الكونستراكتر من اول الطريق سمبلي بتقول له ريتيرن انه تشيلدرن دوت از امتي از ايكوال تو ترو. اوكي، يعني طالما التشيلدرن فاضي منك عامل بقلبه لاد لولا تشايلد. اوكي، that's it. So طالما قلع صار فينا ان نبلش الكودينج بارت، سو حنروح على source package. I'm gonna create a new package نسميها trees, and then we're gonna create a new class in it. حتكون هي بالنسبة لي انا driver program. وبالتالي عنده main in this main we're gonna create our very first node. حقله new tree node. okay، حقله of type string او بالاحرى يا مش مشكله في حدد له اياها، وحمرق لهون كلمه قطنجي. This way بنكتبها ولا قطن، انا بشوفهم كاتبينها هيك على السيستم. اوكي، سو طبعا هي الكلاس مش موجوده بالحياه، عم بيقول لي cannot find the symbol. اذا بقول له الت انتر بيقول لي do you want، شكله في شيء اسمه تري نود موجوده ب predefined بالجافا، وفينا we can create a new class اسمها تري نود. So yeah, حقول له go ahead أوي قلبك. So مفروض هون بقلب نفس الباكج خلق لي class اسمه tree node وعمل انه parameterized with the type t. okay in general، وحاليا بتاخد ال constructor تاعه بياخد string. actually انا حقول له بياخد of type t حيكون هو item. okay، وهذا الايتم الت انتر عليه حقول له كرييت ا فيلد اسمه ايتم. ليك شوف كيف بعمل انا ريفرس كودينج، بقول انا شو بدي وبخلي هو الاي دي اي يعمل لي جنريشن للكود مثل ما انا بدي. صار عنده هون فاينل اتريبيوت اسمه ايتم، طالما ما عبالك تعمل له ستر او شيء سو فيك تعمله ان ذس واي. اند ذن مفروض نحن اتفقنا كنا نخلق له برايفت فاينل كمان list of tree nodes, tree node of type t تكون هي للchildren. بعد عم شغل على tree node لحالة حاليا. okay، so هيدا list طبعا هو قايل لي انا مش عارف شو بدي اعمل import، حقول له روح لي على الباكج تاعتي اللي اسمها ليست، استعمل لي الكلاس البري ديفايند اللي انا عندي اياه. اوكي، اذا ما كنت واثق انت بالامبلمنتيشن تاعيتك فيك تستعمل جافا دوت يوتيل دوت ليست. اوكي، تستعمل البري ديفايند ليست كلاس.
اوكي اند ذن لان فاينل هيدي طلب مني انه بالكونستراكتور اي هاف تو انيشاليز ات. اوكي سو انا حعمل انيشاليزيشن. فيك تعمل جوات الكونستراكتور او فيك اكشلي حتى تعمل انيشاليزيشن من برا ريلي از يو لايك. سو حقول children equal لان new. فيك تعمل implementation اللي بتحبها اكتر. Now we're gonna use array list. It's not a big deal. Okay? So, بالتالي لك مثل ما قلنا مش هنحطها null. هنعملها empty. وطالما انه هي empty, هنعتبر انه it is a leaf node. Cool. لما نخلق على هيدي النود. So, control S. Okay. مفروض حتى بقلب Alt Shift V. حتى بقلب element اسمه cottingy node. Okay. So cottingy node حعمل بس maximize للسكرين. Cottingy node اتفقنا عبينا نزيد عليها another new node ما هيك. So إذا بنعبيهم in the right order المفروض قل له dot add child node. Okay. اسمها هي new tree node. واخده so yeah a new tree node of type string واخده اسم حسن مزبوط كان هو اول نود مش هيك اذا بنقراها من الشمال لليمين لا مش موجوده مشان هيك عم يعطيني عليها error I'm gonna save حقول له go ahead create it for me okay زيدا so حعملها أنا of type t أكيد هون جوا هسميها child node child node على الكود تاع المين على الكود تاع المين يس شو عملي أنا أعمل بالمين محمد يس يس تماما أوكي أوكي حطيت اسمه حسن طبعا هلا إذا كان في أنا أخلو على رواق قبل يعني هون اقول حسن انا يمكن ما يلزم لي اعمل فيه شيء ففي بس اخلق على الطاير وزيده بس تعال نشوف مثلا اذا انا بدي اكمل هلا بقى فينا حنروح نكتب بعد شوي الكود تاع الشايلد نود مش مستعجلين بس اذا عبالك نكمل نحن هون الفكره تتنفهم بعد شوي حنزيد another node اسمه نور مزبوط and a third node اسمه مصطفى صح بس except انه نور and مصطفى بحد ذاتهم مصطفى هو سيبلينج لنور يس بس هدول هن كلهم هن child node عند قطنجي مزبوط تترك اسم حسن اول شيء اللي هي اللي انا حطيناها نحن امتي لانه ما عنده child اخر شيء بتجي لحالك بتاخذ ايه مزبوط طلع يعني نحن بنشتغل على child اخر شيء تعيد يس حسن بتركها هي بتاخذ لحالها اوتوماتيكلي عم بخلق new tree node عم بحط بقلبها السترينج اللي اسمها حسن يس عم زيدها بقلب child node اللي اسمه قطنجي بقلب النود اللي اسمه قطنجي بس طلع حسن كيف ما حيطلع عنده اولاد لانه هن نود النيو تري نود بحد ذاتها I'm not gonna say add a child to it بينما حتطلع مش حقول له حسن دوت اد مش هيك حاتركها اصلا as a life parameter هون شوف بالعكس شوف كيف نور بدنا نصير نزيد لها new nodes so نور لانه بدي زيد عليها nodes child nodes حاضطر اعمل alt shift v حتى بقلب variable اسمه nodes node اوكي وحنصير زدناها هون yes بس في قبل او بعد مش مشكله المهم انه قبل ما اعرض كون زيد كل الالمنتس عليها في نروح هون على نور nodes اوكي نقول dot add child تماما شفت فحسن حيطلع ما عنده child nodes من وراء انه انا بس مرقته هون وخلص ما عملت فيه شيء اوكي بينما نور نود هلا حزد له new tree node في مثلا قطنجي نود لازم كل شيء تعمل لها قطنجي مثلا الاسم الاساسي اللي فوق بتعرف انه هي نور نود بتجي تحط نور نود ما في كتير تحط نور نود بلا في كان في اعمل مثل حسن هون بس لانه نور نود هلا بدي بلش زيد عليها نيو تري نود اسمها بلال ونيو تري نود اسمها زهير عفوا صح 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 عم زيدهم هيك بهذا الترتيب ام بلا كان في حضر فوق النور نود على رواق وحط فيها كل التشايلد نودز بعدين بربطها بالبي يعني هلا مثلا هدول الاسطوره اللي فيهم يا جماعه اني انا اعمل انيشاليزيشن لقطنجي وزيد حسن ونور ومصطفى كان في حطهم اخر ثلاث اسطور
شو عامل؟ كون خالق نور وزيد للتشايلد نودز، بخلق مصطفى نود وزيد لاربع نودز او مع ست نودز يمكن طلعوا، اند ذن برجع بزيدهم كلهم لقطنجي، ريلي مثل ما باي اوردر بدك اياه. بس انت عم تزيد على قطنجي لازم تزيد ذا نود كولد حسن بالاول، بعدين ذا نود كولد نور، بعدين مثل ما انت رسم على الورقه اولا، مثل ما بكره اذا انا طلبت منك انه مثلا انه اعطيك اياها بالكويز او بالامتحان او كذا، مفروض انت تزيد. So yeah, بس في كتير أشياء فيك تعملوا إن whatever order بدك إياه. Okay, I'm gonna give it the name بلال, and then we're gonna بس هلا بلال لأنه ما عنده child nodes حتركه هيك، مش حطه بقى variable لأنه ما بدي يزيد عليه شيء. Okay, and then I'm gonna add to Noor another node called Zuhair. Okay, لاحظوا هون كيف يا جماعة من بعد ما زدت على child node the signature تاعيتها إنه هي بتاخد element of type tree node of the same type t. شو صار؟ قال لي هون الكومبايلر حرام عليك مش مضطر تعرف لي انه هي تري نود اوف تايب سترينج، لانه انا الاوريجينال تري نود اللي عم نزيد عليها هي اوف تايب سترينج. لاحظين؟ سو وي دونت نيد تو كلاريفاي ذس هير، وي كان ريموف ات، ما في مشكله حتى هون نفس الشيء. اوكي سو طبعا هيدا ات واز ا وورنينج، كان في خليهم بس الكومبايلر بيقول لك ما في داعي، ما في داعي تعذب حالك، خلي الكود تاعك يكون ا بيت مور ريدبل. اوكي بس لازم نخليهم هيك. يس اوكي تضلك ذاكر انه هون انت منا تري نود اوف اوبجكتس ان جنرال، اتس ا تايب تري نود. بس هتعرف التايب بتلحق هون بتقول انا عمين عم زيدها على نور نود اللي هي اوف تايب شو، اللي هي اوف تايب سترينج. عظيم. اوكي سو دغري فيك تلحق الكود تاعك وتعرف شو التايب تاعه. اوكي هلا فاضل مصطفى's نود لازم نحطها على جنب. بتكتب اسمك هيك انت ولا بي اتش؟ اوكي الت شيفت في اند ذن هنسميها يس. حنبلش نصير نزيد للمصطفى نود 3 نودز subsequently. So هني كم نود؟ بسم الله أربعة مش هيك؟ So بنا رفاعي عمر and محمد. Yep. So that قال هلا بوصل عندك. قال بس خلص guys انه you got the idea فمش حاسس متقصدني كذا. كان عندك سؤال حسن قال لي قلت لك بيجبرك تخليها بس مشان تذكر حالك اذا شلتها معناتها انت عم تستعمل التري نود از تري نود اوف اوبجكتس ان جنرال، وبالتالي كارثه صار فيك تحط فيها فروتس وستودنتس ونيمز واللي بدك اياه. فلما تحطها معناتها انت قصد فيها انه ات از تايبد ليست. اوكي تايبد يعني انستنشيتد، هي لتايب محدد مثل هون اتس تري نود اوف سترينجز. هلا ليش بيسمح لك تشيلها؟ لانه بيقول لك مثلا مثل هون طب انت ما في داعي تحطها هون لانه ليك بتقرا اول سطر بتعرف انه اتس تري نود اوف سترينجز. اوكي بس anyway بتخليها مشان ما 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 تكون معتبر كانك خلق تري نود اوف اوبجكتس. اوكي سو كان تاني حدا هو رفاعي، هو اكشلي بنا منه هون اليوم. اي اوكي عشان كنت اخذت له اتندنس عادي انا لانه انا عاد حالي انه موجود اند ذن عمر اند ذن محمد. اوكي بيرفكت. لكن اللي كان عم بيقوله قطنجي مين مزبوط ليك؟ انا في اخر خلق النود اللي اسمها قطنجي. اوكي لاخر الطريق. اوكي وقول زيد عليه هودي تو نودز. عم كزروا معي بالالت شيفت يا جماعه. اوكي اذا بدي ساعتها يعني مثلا حتى هون مثلا بلال بدي زد له نود وسام وسمير. اوكي بدي احطها بقلب فاريبل لانه كيف بدك طلقت هيدي النود اللي الاي دي تاعيتها خمس، بدي احطها بقلب فاريبل تماما. بدي القط هيدي النود يس اعتبرها كانها هي روت لهالسب تري. اي باي ذا واي هذا كونسبت جديد ما حكيتكم عنه بعتذر قبل، انه لما اطلع بهالشقفه من التري اللي هون مصطفى مع كل التشايلد نودز ايه في اخذ هيك سكرين شوت عنا لحاله من دون البي تاعه وهيك وقول اتس سب تري. اوكي بس بدي امشي فيها لحديت اخر ليف نود عندها. اوكي سو مثلا يمكن كان قطنجي بحد ذاته هو جاي من سوبر نود اسمها بي الكل. اوكي نازل منها قطنجي ومين كان معك رفقاتك بالزمانات كلاش والشباب كلهم. اوكي سو كلهم كينجز لجروبس ثانيين. فهودي اكشلي ما كنا احنا بكون كاننا بهالحاله عم نطلع بس على السب تري من التري الرئيسيه اللي اسمها قطنجي. اوكي سو بتيجي من قطنجي مع كل شيء في سب نودز لها اب انتل ذا ليفز. اوكي سو ذا الكونسبت موجود سب تري او سب جراف عم تطلع على بارت اوف ات. اوكي
مثلا من كل الفرند شيب الموجوده على الفيسبوك في اطلع على السب جراف اللي هي انت مع كل الفرندز تاعولك ايفنتشلي مع الفرندز تاعولهم مشان نشوف اقدر اعمل لك ريكومنديشن لمين اكثر فرند بوتنشلي ممكن يكون انت عندك ريليشن معه. سو بطلع عليك وعلى رفقات رفقاتك. اوكي اتس ا سب جراف من كل الجراف تاعيت فيسبوك. اوكي I think you got the idea guys. هلا فاضل بس انه انا يعني فعليا حتى هل تري نود كان في اكتب فيها الفانكشنز تاعو التري بس انه احتراما نحن حنصير هلا بس نخلق نيو ستراكشر اسمها تري. اوكي تكون تاخذ تايب تي تري اوف سترينجز. اوكي ونعطيها كتانجي نود. اوكي سو كل هدفنا نحن انه نقدر نخلق تري اون توب اوف ا سيرتن تري نود ونعرف انه هيدا بقى صارت الروت اوف اول the other nodes الموجودين. Okay? So بنفس المين إذا خلق other child nodes و nodes وكذا بس مش مربوطين بقطنجي ما بيطلعوا مربوطين بهيدي التري. Okay? So هلأ التري عم بخلق من عند قطنجي وبالرأي حمسيق بكل النودز مربوطين بقطنجي transitively. So هيدي الكلاس مش موجودة هي اللي بدك تخلقها حقال له yes. Create a class اسمها tree with a constructor بيخد tree nodes. Okay? حنسميها root. Okay? هتكون تاخذ تري نود اوف تايب تي تحديدا حنقول له لهذا الالت انتر عليها نقول له كريت فيد اسمه روت على كفلتنا ونصير نحن عم نمرق له الروت ات انيشاليزيشن تايم ست فاين. اوكي عم التري اللي بدي اكتب فيها الفانكشن تاعو الديسبلاي جيت سايز جيت كذا مفروض يكون عندها root element اللي هو اي تري نود انت منقها هي الامي. اوكي بس التري نودز هن اللي حيكونوا ماشيين على كل شيء تاني مثل ما exactly linked list خلقت عندها شيء اسمه نود والنود هي بيكون عندها next النود اللي جاي من بعدها كانه by the way linked list فيك تشوفها as a sub instance من التري. linked list هي عباره عن linear tree هي tree مبلشه بروت اللي هو الهاد بس الهاد ما عنده الا successor واحد يعني كانه مش binary tree اللي عندها 2 هي linear tree. Okay, it's a linear tree or single tree, بدل binary tree. Okay, single node tree. فهي special case منها. Yes. بال tree node بعد ما شغلت the added child, by the way, ذكروني نرجع نشتغلها. بس بال tree اللي موجود بقلب المين. Yes. إذا نطلع قطنجي عنده حسن, عنده نور, عنده مصطفى. نور اللي هي عندها بلال اند زهير اند ذن مصطفى اللي يعني اي بس مشان كان كان قطنجي عم يقول لي انه ما كان من اول الطريق عم يسبق الموضوع انه ما كان في اخلاقه بالاخير يعني بعد ما جهز الاولاد مش عم جهز له قلت له اي ما في مشكله حتى كان فيك مثلا هيدي الانيشاليزيشن تعملها انت من فوق بس تنتظر بعد ما تسوي كل الاولاد حتى اوكي بس اللي اكيد ما فيك تعمله ما فيك تخلق النود بعد ما تكون زدت عليها تشايلد انه عرفت انه دائما انه بيقول لك مش معرفه فلازم تعرفها قبل اوكي وهيدي ما كان في له مثلا اد نور يعني اذا بياخذ هودي الثلاث سطور مثلا بطلعهم لفوق 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 اوكي بيقول لي ما انتبه مين هيدي نور ما بعد ما بيعرف اوكي سو اللي انا كنت عامله قبل ان كنت منزل نور لحديت هون بعد اوكي بس باي ذا واي كان في حتى كمان هون انه بخلقها للتري نود اللي اسمها نور وبزيدها على الروت اوكي بعدين على رواق بزيد لها بلال اند زهير مش فيك تعمل اللي بدك اياه اوكي بس دائما هي بس اللوجيك انه يو كانت كول ا فانكشن اون ا فاريبل ذات هاز نوت بين كرييتد يت اند انيشاليزد ايديالي اوكي كل شيء ثاني فيك تعمله مثل ما بدك اوكي يعني كمان في ناس ممكن يشوفوا يقولوا كل العقد ما هي نود جاي من كلمه عقد بالعربي اوكي سو كل العقد كل الانترميديت نودز اللي عندهم تشايلد اخلقوا نعطيهم اسماء وبعدين على رواق خليني يزيد على قطنجي نور اند مصطفى اوكي بعدين وحسن بدي يزيدوا بالاول اند ذن على نور بزيد هدول على مصطفى بزيد هدول سو كمان هيدي طريقه رابعه خامسه سادسه اللي بدك اياها اوكي سو كلهم انترتشينجبل على شرط يكون دائما للانيشاليزيشن للفاريبل قبل اول استعمال له هذا الشرط الوحيد اوكي ف ريلي از يو لايك هلا التري هيدي اللي خلقناها حنسميها امبلوي تريز او امبلوي او كومباني او اللي بدك اياه سو حسب هي شو عن جد سو فينا نسميها كومباني هايراركي اوكي وعبالي انا هيدي company hierarchy as a tree الا مثلا dot size اوكي حنحطها بقلب integer اسمه employee employees number اوكي
طبعا هيدي سايز مش موجوده، هيقول لي اوكي يلا بدك تخلقها، قال له جو هاد. سو حيصير يحذر لحاله انه بالكلاس 3 وي شود ديفاين ذس سايز هير. اوكي طبعا هيدي بدها ورشه لنعملها. كمان كان في له مثلا company hierarchy dot dot display نصير نعرضها لهيدي display مش موجودة. okay to display the whole tree. okay to display the company's hierarchy. so كمان هي مش موجودة and then حسد لحاله انه هي void. okay good. is it fine as an example? okay هذا اللي نحن عبالنا انه يشتغل بس بعد لهلا منه شغال. so we have to first of all change the add a child node code. so to add a child node شو برايكم لازم اعمل؟ شو الكود تاعها؟ to add a new child node على تري نود معينه شو لازم اعمل؟ هي في حدا شكله خلق ليها من برا واعطيني اياها. اوكي لانه لا شك انا معك حق، لو حدا قال لي على تري نود زد لي item of type t، لو قال لي add a child item مش child node، فينا نعملها بكره هيدي الفانكشن بتاخذ item of type t. كنت مفروض انا internally اخلق a new tree node وعيط ل add a child node. اوكي okay. absolutely انا هو فعليا طلع انت لما يكون parent node هي نور شو بتقول؟ add a child node وبتعطيها هيدي النود اللي اسمها بلال. so فالparent معروف شو هو؟ هو this اللي انا عم بعيط له. اوكي هو شو في عنده اي تري نود؟ شو في عندها؟ في عندها list of nodes اللي هي children. شو مفروض انا عن جد زيد new child node على هيدي الليست؟ شو مفروض اعمل فيها؟ ما عملها create من برا usually. اوكي سو عندي هون بين ايدي شوف هون في عندي next واحد ولا عندي multiple next؟ اوكي شو اسمه هذا الفاريبل اللي هو النكست؟ children. وعشو معمل له initialization على new array list يعني جاهز خالص. اوكي كيف بتزيد على الليست items؟ تتقاد بس على مين؟ بدي عن جد لما نزيد بتري نود a new child node بديها تنزيد بالليست of children تاعولا. guys اتركوا التليفونات وركزوا معي بدي يكون انتو تجاوبوني. مش حاعطيكم الجواب على هيك. جوابك مزبوط بس هات لنشوف الشباب بدي اياكم مصحصحين. انا بقلب للتري نود. اوكي I'm in whatever تري نود عندي اياها. يمكن كانت let's say قطنجي. بدي زيد هلا نيو تري نود. سو انا لما خلقتها للتري نود مرقت لها كلمه قطنجي فجاوب حطها هون بقلب ايتم. بعد شوي قلت لها add a child node عم عيط لها هالفانكشن. بدي عن جد يصير ينزاد بالليست اوف تشيلدرن اوف النود اللي اسمها قطنجي. بدي ينزاد بقلب هيدي الاراي ليست فعليا. اوكي اللي هي ليست از ان انترفيس تمام. كيف بزيد على الليست النيو ايتم؟ تشيلدرن دوت اد للتشايلد نود. برافو عليكم. اوكي سو ذاتس ات. اوكي Is it fine? So رحنا على ال children اللي هي list of three nodes. عم بقول له add هذا ال child node. So خلص ما بقى نرجع ل from scratch من الزيرو. بنستعمل we built on top of data section already موجودة. استفل يزيد لي النود. ولأنه بالليست ال order matters. It adds at the end of the list. يعني أول element هو number zero, تاني number one and so on. مشان هيك الوقت عم بقولكم إنه ال order matters. ال order in which you add the elements matters. مشان هيك بعدنا عم لا. هلا انت عم بتزيدهم كيف بدك الديسبلاي بيطلع فيك تسقم مع بعضهم. اوكي بس انه the order matters. هلا عم نزيد حسن بالاول بعدين نور بعدين مصطفى عند قطنجي. لما نعمل لهم ديسبلاي اذا عم نمشي نحن from item number 0 لل item number n حينعرضوا بهذا الاوردر على السكرين. اوكي بيرفكت. لكن هون لازم نجي نقول له this dot children children dot add. اوكي ولك طبعا هون بتقول له بيطلع لك add contains get كل الفانكشنز نحن معرفينهم بايدنا بالحصص اللي قبل على الليست. اوكي خليني بس حكملها على الاخير بركي تبين معك هلا بس انه طب ليش لا شو الكود الثاني اللي ممكن تكتبه علينا؟ What else to do؟ ليش يعني شو وظيفته انه تشيل هيدي الليست اللي هون؟ انا ليش حطيتها ووافقتوا معي عليها conceptually؟ يا مشان هيك عرفت الليست بس شو كانت conceptually شو كنت هدفي انا؟ تمام اي نود كانها هي روت جديده كانها هي سب تري فممكن يكون عندها تشايلد نودز مزبوط ف
قلنا هنستعمل بدل، يعني هيدي بتشبه كثير، قالوا لي شباب النكست تاع اللينكد ليست، اوكي؟ بس النكست تاع اللينكد ليست كانت تكون نود على الحل، اوكي؟ كان اسمها نكست، وبالتالي فيها في حط انذر ايتم اند سو اند سو. سو هلا بدل ما يكون عندي وان سنجل نكست صار عندي ليست اوف نكستس اذا بدك. يعني فيك تشيل كلمه تشيلدرن اذا بترتاح فيها تسميها نكستس، اوكي؟ مع اس you can do it. فهلا نحن next عم نقول له add a new tree node. اوكي هلا tree node هي that new child node، عم يزيدها sequentially بقلب هيدي الليست، ومشان هيك هذا الاوردر it will matter على الطريقه اللي انا بعرض فيها الايتمز بعدين. اوكي perfect. سو مبدئيا صرنا قاب قوسين او ادنى انه بالقليل نشوفها بالميموري كيف هي شغاله اذا بدك قبل ما نعمل display. except انه انا قبل يعني اذا ما بدنا نعمل ديباج ونشوف شو عم بيصير عنا بالميموري ونشوفهم كيف مكعبشين فيهم ببعضهم البعض، فينا نتخيلهم تخيل ونحاول نكتب لهم هون الكود تاعهم. سو اذا بدك حعمل لهيدي ريتيرن زيرو، نسكت الكومبايلر، حنعمل ديسبلاي انا وياكم هات لنشوف اذا فينا نعرض الاليمنتس. اوكي طبعا انا وين قاعد هلا بقلب كلاس الاسم تري، ماسك بايدي تري نود. اوكي وبدي اعرض النودز. اوكي شو مفروض اعمل؟ بدي اعرض من الروت وبالرايح، بدي اعرض الروت وكل الديسندنتس تاعوله. سو افترضنا لو بدي اعرض الروت ماشي هي بسيطه، بدي له system.out.println root. سوري ابسولوتلي برافو عليك عمر، بس بالقليله ها اذا بلشنا فيها دوت هلا مش موجوده حلو دوت get item. اوكي لانه انا عامله كلاس سيبريت كلاس ثانيه، سو حقول له root.get item. اذا بدكم كمان جايز شو بتفضلوا، بيزعجكم اذا كتبت .get item وهيك لانه هي سيبريت كلاس، ولا بتفضلوا جيب التري نود مثل ما هي وحطها بقلب التري كلاس مثل ما تعودتوا اللينكد ليست في بقلبها كلاس اسمها .get item بتعطينا اياها ديسبلاي كلها ولا لا؟ حتعطيني بس الايتم اللي فيه للروت تماما بس للروت. بس هلا نكتب كود مبدئيا عم بيقترح علينا عمر ريكورسيف، هلا بركي بيشرح لنا ليش، مشان نكتب بقيه كل الايتمز بدي. اوكي اوكي بس عم حاول اتفق معكم على هيدي النقطه، لجيب الايتم واعمل له ديسبلاي الموجود بقلب الروت بدكم تنزعجوا من هيدي النوتيشن. اوكي سو هيدي هلا مش مشكله، صار في روح اعمل هون alt enter create a method اسمها get item. وهيدي حخليها تعمل انا بدل ما تكون returns a boolean حعمل it returns an item of type t، حعمل it return this dot item actually. اوكي as simple as that. يعني بالتري نود مش هي محتفظه بايتم جواتها مكتوب فيه الداتا، عم بكون بحالتنا نحن string مكتوب فيها قطنجي او كذا، فبدنا نقول له get item يرد لي الايتم اللي مكتوب بقلبها للنود. اوكي as simple as that. الفرق الوحيد مع عالم اللينكد ليست انه كانت الكلاس اللي اسمها نود ما يعادل التري نود هون كانت مخلوقه as a subclass as عفوا an inner class من الكلاس اللي اسمها لينكد ليست، فكنت ايش انت تايله للفاريبل اللي اسمه ايتم لو كان برايفت مثل هيدا مش مشكله فيك تمد ايدك عليه. اوكي فمش مضطر تقول له get item. هون نحن عاملين get item هي مثل public function او package function وقادر اعيطها من قبل الكلاس اللي اسمها تري. اوكي is it fine؟ اذا بعمل هيدا الشيء هلا حاليا وبعرض البروجرام تاعي، طبعا انا هلا مش عم بعرض السايز، فينا كمان نعمل له system out print الان ل the number of employees is وحنحط هون plus employees number. اوكي طبعا السايز شو عاملين نحن بتريد يا شباب تريد زيرو ما فيها شيء، بدنا نكتب لها الكود تاعها هاي النية ان شاء الله من هون لاخر الحصة. والديسبلاي هي شو عم تعمل؟ عم ترد لي مفروض تعرض لي كل الاليمنتس، هي سبحة وبتكر هلا بعد شوي. سو اذا بعمل ران لهيدا الكلاس جايز ران ذا فايل ليك شو حيعطيني اوتبوت as expected مفروض يقول لي the number of employees is zero، وعم بيعرض لي من كل الشجرة من كل عم بيعرض لي بس قطنجي. اوكي سو مش ماشي الحال، بدنا نخليه يصير يرد كل الاليمنتس. اوكي سو هاو تو دو سو هنرجع على التري كلاس ونشوف كيف بدنا نعرضهم كلهم. سو انا معي بس الروت، بس انا بعرف هون انه انا شو الروت عنده تشيلدرن ما هيك. سو so,
شو رأيكم إذا قلت له للروت بعد ما أنا عرضت المعلومة تاعيته، يعني مثلا هذا الكود بدل ما يكون هون أصلا كمان، إذا قلت له أيها الروت display yourself، أوكي؟ تعال نشوف إذا أنا قلت له root dot display، أوكي؟ فينا بس مش حيسعفك كتير، خلينا مش حيسعفك كتير، فينا بس مش سو حروح هون عند display. هالمثد هيدي مش معرفة بالكلاس اللي اسمها TreeNode، حروح عرفها. تعال نشوف انه انا على اساس شو النية اني انا اعرض بس مين الروت بحد ذاته. اذا بنعمل system out print الان بحطها هون وبقول له بس system out لمين للايتم اللي انا عندي، اوكي حيطلع معي نفس الايفكت. اذا هلا بعمل run للكود تاعي رايت كليك بعده نفس الايفكت، يعني بس انا اردفت الموضوع على ظهر التري نود، قلت لها to display a tree او display the root. فعليا انا قصدي فيها من الروت وبالرايح، بس للاسف بعده الروت مش عم بيعرض اولاده، اوكي سو هات لنشوف. اها هون بحاجه انا ليصير الروت كمان يتفضل، او اللي هو فعليا مش بس الروت، اي تري نود ان كانت بالحياه مفروض تصير مش بس تعرض الايتم تاعها، تصير كمان تروح تعرض كل التشايلد التشيلدرن تاعولها، اوكي سو كيف فيني اعرض التشيلدرن تاعول اي تري نود؟ حكتبها هون بالاول. يعني احنا اول شيء اذا بدنا، اذا قصدك بالخير صرنا نحط الكونديشن اللي بدنا نوقف عندها اللي هي يس. طب اذا عملت هون لوب فور لاعرض كل التشيلدرن، وكانه التشيلدرن هو عباره عن امتي اري ليست، لوب فور ما بفوت فيها، ما في داعي، يعني اي دونت نيد تو تشيك، اوكي فانا في يصير اقول له فور افري تشايلد نود ان تشيلدرن، اوكي او لوب 4 فور اي ايكوال 0 لحديت تشيلدرن دوت سايز دوت لينث عرض لي، اوكي مفروض يصير اذا هو ما في ولا تشايلد ما تفوت فيها لللوب 4 من اصله، بس اذا في حتفوت وحتعرضهم. بقى لتعرضهم شو حاعمل انا؟ لعمل ريكيرسيف كول ام غانا كول ديسبلاي اتسلف، فبصير اتس غانا ديسبلاي الايتم تاعها وحتروح عند تشيلدرن اذا كان موجودين، بس يمكن تطلع شوي خبيث يعني يطلعوا كلهم مكتوبين ورا بعضهم. هلا بنشوف حسب كيف، وبصير بس نضطر نظبط الديسبلاي، اوكي سو ذا فيرست ايديا هو بركي انا بصير بيجي عند for each element بقلب children، اوكي هالالمنت هيدا انا بكون عارفه شو هو، عباره عن tree node of type t اسمها child node، اوكي سو لسان حالي for every child node in children، for every هيدي هيك تلفظوها اذا بدكم، so for every child node in children، اوكي to the following. The following هو شو؟ هو قال له أيها child node number i dot display yourself. Okay. بدكم loop 4 عادية guys. Okay. No problem. No problem. خلاص. لا يمكن. So هنقول for int i equal to 0. أبدا مش هدفي تتعلموها هلا مش وقتها. i أصغر من children dot size. اوكي مش هو مش هو ليست، فعندها سايز اي بلس بلس، اوكي حنروح هون على للتشيلدرن حنروح على التشيلدرن نمبر اي وقول له ديسبلاي يور سيلف. فشفت الكود اللي كان مكتوب فيكم ترجعوا له بالفيديو هو ايكوفالنت لهيدا الكود اللي هون 100%، اوكي فاضل الديسبلاي مش عم بيقبل فيها معي ليش؟ Actually yes, children number i منو defined لأنه it's a list، لازم قل له dot get number i dot display. عفوا؟ هون عملتها انت الفور لوب عم تزيد i بلس بلس صح؟ ايه انت لازم تعمل child minus 1 انه اخر شيء مو خلصي بدها تخلص لانه محددين الشغل. ايه طلع انا بتري نود معينه مثلا فور انستنس قطنجي شو عم بقول؟ عم بقول له خذ الايتم اللي هو كلمه كاتانجي عرضها على السكرين بس روح على ليست اوف تشيلدرن ونحن شفناه زي 2 و3 تشيلدرن حسن نور اند مصطفى عم بقول له فور اي ايكوال 0 لحديت تشيلدرن دوت سايز، تشيلدرن دوت سايز هو ليميتد هو 3 بس، اوكي فحياخذ اي ايكوال تو 0 اي ايكوال تو 1 اي ايكوال تو 2 وحيروح على تشيلدرن دوت جيت اليمنت نمبر اي تشيلدرن دوت جيت نمبر اي يعني تشيلدرن دوت جيت 0 حترد له حسن، تشيلدرن دوت جيت
1 حترد له نور، children.get 2 حترد له مصطفى. شو عم نقول له؟ ما عم نقول له system.out للايتم اللي فيه، عم نقول له .display. وهون جاي بقى عندي شو؟ recursive call من وراء ال call of display itself، لانه حيفوت to display حسن. تماما تماما. سو في اد او في شيء ثاني ما في تحط تعمل لها انكريمنت اصلا. سوري ما فهمت عليك. بس على الديسبلاي انت زدتها بتقدر تزيدها للتشيلدرن. عم زيد شو؟ للتشيلدرن بس الفويد ديسبلاي انت بتقدر تزيد على حسن نور هيدا عم تزيد عليهم انت. مش بهالحاله بس الديسبلاي بتزيد بتعمل لها انكريمنت للاي عم تحكي؟ الاي هي بس لانه انا بدي اي وانت ريلي تو ايتريت اون افري تشايلد نود بقلب هيدا الليست. اوكي فهو بس اندكس عم بستعمله مشان اخد اول مره الايتم نمبر 0 بعدين ايتم نمبر 2 نمبر 3 انسو. يعني مثلا لما اوصل هلا على النود اللي اسمها مصطفى عنده 4 تشيلدرن سايز تاعها حيكون ايكوال تو 4. حتسائب جوات الكول تاع الديسبلاي فانكشن الاي حتطلع من الزيرو لل1 لل2 لل3 هذا 3 ماكسيموم لانه ستريكتلي اصغر من 4. حياخد الالمنت نمبر 0 اللي هو بنا حيقول له ديسبلاي. اوكي الالمنت نمبر 1 ويقول له ديسبلاي اند سون. مسيبه مثلا عند بنا انا بس بدي اياك تلقط الاند كيس كيف عم تجي منه لحاله. بالاند كيس لما قال له مثلا لحسن دوت ديسبلاي حيفوت النود اللي مكتوب بقلبها كلمه حسن. شو حتعمل يا عمر؟ صرت عصفورين بحجر واحد. حنفوت عند النود الليف نود مثل حسن او مثلا مثل بنا لان الليف نود ما عنده اولاد. لما نقول له ايتها الليف نود اللي اسمها بنا display yourself حنفوت على هذا الكود حيقول system.out.print الان للايتم المكتوب جواته اللي هو بكلمه بنا او كلمه عمر حتى انتم كمان ليف. بيجي على loop 4 شو بيقول؟ for i equal 0 للchildren.size بس هو ما عندهم children فما بيفوت بالloop 4 من اصله فبيوقف ما بقى يعمل display anymore. اوكي فالrecursive function حتوقف من وراء هيدا الفاكت. كان فينا نحن برا بقلب التري نكتب هذا الكود نقول له if the tree node get children dot size is equal to zero return okay else for نعمل loop four ونعرض كل ال children تاعو لتري نود. okay so let's run this code. هلا يمكن بس الديسبلاي مش حيكون كتير حلو لانه حينكتبوا كل الاسماء صرف ورا بعض. if we run the file حيكتب لي قطنجي عنده حسن نور and بلال. هلا نحن بنعرف انه نور اللي في عنده سوري عنده حسن النور نور عنده بلال ان زهير ان ذن مصطفى عنده بنا رفاعي عمر ان محمد. اوكي مزبوط. سو بالقليل عم يردون ان ذا رايت اوردر بس بعدنا مش عارفين مين تحت مين. تو اد ذس فيتشر اتس كوايت امبورتنت اتس كوايت نايس. ساعتها اها بدي في حد باك سلاش تي بس اذا بدك عدد الباك سلاش تي بدي اياه يزيد for every new generation for every new level بال tree. in a tree we talk about levels. okay level 0 هو الروت level 1 هو اول طابق اول child للروت direct child children للروت ثاني level هو اللي من بعده and so on. yes بس هون بركي بصير الديسبلاي هون بركي الديسبلاي بصير مضطر ما بقتني انه اقدر الا like ايتها تري نود ديسبلاي يور سيلف وهي مش عارفه باي ليفل موجوده. اوكي سو ما بقدر انا بالتري نود معينه الا ديسبلاي يور سيلف وهي مش عارفه حالها من وين جايه. اوكي سو اللي فينا نعمله او اللي حنضطر نعمله خلي الديسبلاي تاخد انت اللي هو الليفل تاعها. ما حدا بيعرف الليفل الا التري عارفه انه الروت هو اوف ليفل 0. Absolutely. هون في بعمل loop 4 لأعرض level times backslash t. For example للروت قطنجي هنعرض له 0 times backslash t. ما بينعرض ولا backslash t. بينعرض دغري على الشمال شمال. Okay. بس بالميل الثاني لما نخلص هون لما أنا أمشي level جديد شو بقول؟ مرقي لي level أنا as a parameter. بصير هذا level بمرقه plus 1 للجيل اللي من بعدي للchildren تاعولي. شو بيصير؟ قطنجي لما يقول بده يعرض بده يتمنى على النود اللي اسمها حسن تعرض حاله وعلى النود اللي اسمها نور تعرض حاله وعلى النود اللي اسمها مصطفى تعرض حاله هيقول لهم for every children عنده هيقول له like display yourself please بس على الليفل اللي مرقين لي plus one. يعني حيصير حيعرفوا انه لازم يعملوا one backslash t. هلا نور لما تطلب من نود تحتها مثل بلال او زهير يعرضوا حالهم حتكون فاتت بنفس الريكورسيف كول الليفل اوريدي ما بقى مرقى زيرو مرقين لياها واحد لألا يعني هي زي حوان تاب حتمرق للشباب plus one صارت two.
اوكي صارت هلا حاسين يعرفوا انه هن عم يرضوا حالهم بلال او زهير لازم يعملوا لحالهم تو تابس مشان يبينوا انه هن سب 3 منهم اوكي اند سو اند سو فورث. خلينا نجرب الايفكت تاعها. سو بس اذا بنعملها للديسبلاي فانكشن تاخذ انت ليفل اللي هي فيه، وهون بس بنمرق بالديسبلاي ليفل بلس 1 صار بال3 مفروض انا مرق هذا الباراميتر ولا بيعطيني ايرور. والباراميتر هون انا بعرفه الروت هو اتس ات ليفل 0، انا ما بدي اعمل تابيليشن بالمره. هلا بصير في اعمل شغله انه قبل السيستم اوت مثل ما اتفقنا فينا نعمل فور انت اي ايكوال 0 لحديت الليفل less than level. فينا حتى less than or equal to level إذا شيء. I'm gonna display بس هالمرة مش system.out.print الآن، حامل system.out.print مشان على نفس السطر يعمل لي backslash t guys. okay so حامل backslash t n times. okay مش print الآن، print عادية لأنه ما بدي هون يعمل backslash t ينزل بيخرب للدنيا. backslash t على نفس السطر وبالاخير حيكتب وراها الايتم وينزل على السطر. بيرفكت، هيك بصير قبل ما يجي دور حدا من بعده بيكون نزلنا على السطر الجديد. اوكي كمان لزوزقها شوي اكثر اذا بدك في اعرض من قدامها فيرتيكال بار. شو بصير هلا بيطلع شكلهم؟ بيطلع شكلهم من عند كاتانجي اكشلي. سو كاتانجي لانه لحديت الزيرو انكلودد بفوت مره انا بدي اياه 0 1. صح عملها strictly less than لانه عند قطنجي ما بدي يفوت ولا مره، ما بدي يعرض لي vertical bar. بس من لما تصير الليفل equal to 1 اوكي يعني عند حسن، حتلاقي حسن قبل ما يعرض نفسه حيعمل tabulation 5 7 7 باي ديفولت بتكون حسب الاديتور تاعك 7 spaces، حيحط vertical bar حيكتب حسن. اللوب 4 حتكفي مع تاني ايتم، مع تاني تشايلد نود عنده اياه كاتانجي اللي هو نيور، حتقول لحالها انا ام اوف ليفل 1 هيك مخبريني. اوكي هو المره اللي 0 بلس 1 حتعمل 1 تابيليشن، حتعمل فيرتيكال بار، حتكتب نور. قبل ما نور تسلم الدفه للنكست تشايلد مضطره بقى تمرق بال، لانه عندها تشيلدرن حتمرق بالديسبلاي تاعيتهم. اوكي سو حتفوت فور افري تشيلدرن هن اثنين، حتقول لهم ديسبلاي يور سيلف، وحتمرق لهم شو ليفل بلس 1 2. حيصير نود مثل بلال، حتبين كأنه معملها تاب، تاب تاني مش جاي vertical bar مكتوب هون كلمة بلال. اوكي بيرجع بتعيط loop 4 بتكفي مع زهير، بتجي 2 tabs vertical bar بينكتب زهير. هلا لما يخلصوا طلعوا برات loop 4، بعد ما بتكون loop 4 تعيط الديسبلاي تعيط أولاد قطنجي خلصت، ففي بعد another child اللي هو مصطفى the third one، فبيعمل 1 tab vertical bar بيكتب مصطفى ليعرض ولاده، بده يعمل مرق لهم 2 tabs and so on and so forth. بيطلع معك 3 لذيذة to a large extent، بتشبه شو اسمه، حتى فينا نعملها something like انه اوكي لك انه شحطه شحطه وفي سهم جاي بالاخير. هلا بنشوف كيف بيطلع شكله وفينا نزوزها قد ما بدكم. So let's run the file. Perfect. So لاحظتوا هلا صار something really meaningful، عم يطلع عندي الفولدر اسمه كاتانجي بقلبه فايل اسمه حسن بقلبه فولدر اسمه نور فيها. اوكي هلا اللي فينا نحن نعملها انه هيدي نحن مش مضطرين عليها نعيدها، so you can remove it from the code actually. شو عم بيخليها تطلع؟ yes so absolutely اللي فينا نحن نعملها برافو عليك هي قصة انه نعرض هيدي لازم تنعرض once for all بالاخير. سو فعليا هي لازم تكون جاية هون مع الايتم بس لمرة واحدة فقط. اوكي مش بالloop 4. سو بنعمل n times tab اوكي بس قبل كلمة الايتم بتحط هاي الاشارة. هلا لاحظ بيطلع بركي something a bit nicer. اوكي سو قطنجي حسن نور بقلبها بلال عن زهير and then مصطفى بقلبها هيدا. اوكي سو لكن صار حتى السايز لانه خلص الوقت تاعنا شوي زياده كمان بعتذر، حتى السايز تاعنا حيروح part of the homework بس using recursivity as usual you can solve any type of operation بدك تعملها. Perfect. You have to be able to reproduce it. انتم مسكر كل شيء from scratch واحد كستراكشر وكذا. بس هلا حتى لو انت بدك ترجع تتنوز على الكود يعني تاخذ الكود تاعي لتنطلق تعمل الهومورك تاعك، تعمل سايز، تعمل جيت باث، تعمل كذا، فيل فري بلش من هذا الكود وزيدهم. مثلا السايز بس قبل ما السايز
كهنت لك بسودو كود، شو برايكم المفروض انا احسب السايز؟ سايز يعني كل النود، بدي احسب كل النودز. يعني هون المفروض اتفقنا قلتوا لي في 10 نودز، اوكي شو البسودو كود تاعها، شو المفروض، شو اللوجيك تاعيتها؟ انا بالتري ما معي الا الروت بين ايدي، هو مخبى كل السب نودز تاعوله. سو اذا بتطلع فيه بتلاقي في عندي 1 نود، ما هيك؟ ف بدي احسب، بدي اتمنى عليه انه بليز لايك انه بركي اف يو كان اد سم اب the sizes of the child of your children and so on and so forth. فبركي كمان فينا نعكسها لكول ريكيرسيف كول عند التري نود، اوكي بصير بقول له انا return root dot get size something like that. بس شو بعمل بالroot dot get size؟ الفانكشن اللي اسمها get size return children dot get size اوكي plus 1 من عندهم. للchildren dot get size كل واحدة منهم حترد 1 1 1، بس شو plus children dot get size، وهيك حيعطوا لبعضهم recursively. اوكي هون مش عم نكتب if و else لانه loop for اصلا مش عم نفوت فيها اذا كان الchildren list is empty، اوكي اذا كان size of the، اوكي بس اذا حدا حابب يكتبها if else انه if has children كذا else مثل ما بدك فيك تعملها. اوكي if children dot is empty return 0 كsize لانه ما في عندها بقى اولاد، else return this dot children dot size and so on. حتى ما في داعي تعملوا loop for لتحسبون على فكرة، لانه هي الليست اذا بتقول لك get size dot size يعني هي بترد لك العدد الالمنتس، انت هذا كل شيء بدك اياه او بتكفي فيها recursively in this way. اوكي is it fine؟ الله يعافيكم. See you guys after the vacation، ينعاد عليكم جميعا وتكون سنة خير لكم. اذنك معك.